تم تعبئة فريق وحدة البحث والتطوير باتصالات الجزائر من أجل إنجاز تطبيق يتم تحميله عبر البلاي ستور من أجل مساندة المواطن، وذلك بمنحه بجميع المعلومات المتعلقة بالوباء بمنطقته. وكما أضفنا إلى التطبيق ميزة التشخيص الذاتي عبر استفسار، تم القيام بذلك الاستفسار مع الأطباء المختصين. وحسب موقع المستعمل يتم معرفة جميع الحالات التي تم يعني الحالات المؤكدة، الحالات الشفاء وحالات الوفاة. ومن ناحية أخرى، إن كانت تظهر على هذا المواطن هذه الأعراض فيتم الاتصال بالرقم الذي تم يعني بالرقم الخاص بهذا الوباء الذي هو 33.